لكم مشاهدينا الاعزاء والاوفياء لهذا البرنامج مطبخ بنت البلاد كالعاده. والهوايد دائما يعودكم باطباق تقليديه ونحيوها تاع زمان، نجيبوها من الماضي للحاضر. اذا انا جبت لكم اليوم زوج كيفيات، جبت لكم طنجره السلق بالتشيشه، طنجره السلق بالتشيشه واللي يديروها من جهه صعيده، بعض المناطق تابعه لولايه صعيده، معناتها واد الخير شويه بعيده على صعيده. هذا طنجره السلق بالتشيشه. ثاني وصفه التفاح، جبت لكم معجون التفاح تاع زمان في الطواجين تاع الطين، معناتها زمان كانوا يديروه ما يدوش على الغاز البوتان، كانوا يديروه على المجمر. احنا اللي المجمر اليوم راه غايب، راح نديروه في الطاجين تاع الطين. احنا نبداو الوصفه الاولى، هذه الطنجره عندنا نص ربطه سلق مغليه ماشي مفوره، عندنا كاس تاع تشيشه، كاس تاع تشيشه تاع الشعير، هنا كاس ونص فرينه، عندنا ربع حبات بيض ولا دجاج، عندنا هذا الملت تاع الطين دهناه بشويه زبده تاع البقره، هذا دهناه بشويه زبده تاع البقره، مغرف تاع ماكله خمرت الخبز، وعندنا نص ربطه تاع قصبر ماشي معدنوس، قصبر. هنا درنا زوج كيسان تاع ماء عم يسخنوا، جوج كيسان تاع ماء، هنا درنا جوج كيسان تاع ماء يسخن من قبل، عندنا شويه فلفل عكري فقط، هنا نديروا فلفل عكري، وعندنا ملح فلفل الكحل، عندنا ملح فلفل كحل، ونديروا شويه تاع قصبر، شويه قصبر فوالا. هنا بدون لحوم، هذه طنجره السلق بالتشيشه تاع الشعير، جوج كيسان تاع ماء، شويه العكري، شويه ملح، شويه فلفل كحل، وعندنا شويه تاع قصبر من هذه الربطه، دينا شويه قصبر. هذه الخطوه الاولى، رايحين نديروا تقريب نصف فنجلتي زيت، تقريب نصف فنجلتي تاع زيت فوالا. هنا هذا راه يغلي تقريب واحد ربع ساعة، هو يغلي فوالا، هنايا نار قليلة نوعا ما، نار هادية، نروحو باش نحضرو هذه طنجرة السلق بالتشيشة تاع الشعير. هنا هاكا بيدينا غير باليد، بلا ما نديرو بلا آلة وبلا روبو، غير هاكا باليد، أنا راه مغلي ويطلق الماء تاعو اللي يحتوي على مادة اليخضور اللون الأخضر فوالا، غير هاكا فوالا. هذه الوصفة جبتها من جهة صعيدة، بلدية صغيرة فوالا. هنا نديرو زوج مغارف زيت، زوج مغارف تاع زيت، رايحين نديرو التشيشة تاع الشعير. هذه أطباق قاع صحية بدون لحم، كانوا يحضروا هذه الأطباق تعتبر صحية 100%. عندنا القصبر، فوالا، نخلطوا هذاك السلق مع القصبر مع التشيشه تاع الشعير، من بعد نديروا كاس ونص تاع فرينه، نديروا كاس ونص، فوالا هذا هو كاس ونص تاع فرينه، نخلط كامل ذي العجينة، من بعد ندير مغرف تاع خمارة تاع الخبز.
شوف الاطباق تاع زمان لما نديروا دي ريغوشيرش على نبحثوا على ونوصلوا على الاطباق التقليديه معناتها نحيوا كامل هويه الطبخ الجزائري غير باليد بلا ما نستعملوا مغرف تاع لوح او تاع خشب او آلة هكا درنا الخماره على اساس هذا تقريب هنا نطفوا عليه هنا شوفوا هذا هذه المرقه اللي بالقصبر زيت العكري والشكيسه نتاع ما طفوا عليها هلا هنا رايحين نديروا شويه فلفل كحل وشويه تاع راس الحانوت ما قلتوش في البدايه هنا شويه تاع راس الحانوت وعندنا شويه تاع ملح عندنا شويه تاع ملح هنا هاه راح نجيبوا اليان هذا كملنا به راح نجيبوا فرشيطه من فرشات نكسروا هذا البيض تاع الهرم او الدجاج تاع الهرم ان شاء الله لما تاخذوا لائحه المقادير جربوا كل هذه الوصفات تعتبر صحيه تعتبر اقتصاديه بلا ما نكلفوا روحنا باسعار معقوله رايحين شويه نبدلوا الاطفال الصغار حتى نعودوهم على الاقتصاد ونعودوهم فن على البنة والاطباق تاع زمان هنا راح ندير شويه تاع ملح فقط حتى نطلع على جدنا الملح باش نطلع هذا البيض هنا كنا نشاهدو من بعد حين نجيبو هذا الغراف حين نجيبو هذه المرقه اللي طابت شوف الاطباق التقليديه ما شاء الله نعودوها للاطفال الصغار حتى باش ما ينساوش عادات تاع بكري هذا هنايا شوفوا التقاليد تاع بكري والله مره تكون في السوق فالسيدات نتلاقى معهم يقول لي علاش الشيف مصطفى دائما في الاطباق دائما تحضر التقليدي انا نقول لهم التقليدي جديد نحبوه ولكن القديم ما نفرطوش فيه حتى نكملوا كامل هذا الماء شوف هذا الماء كاع نكملوا هذا كما رانا نشاهدوا شوف كملنا كامل الماء هذه كملنا بها نبقى بالمغرف شوف ما شاء الله والله جربتها في الدار خرجت اروع ما يكون ولاد الاطفال الصغار بداو يتسائلوا على هذا الطبق وعاودناه مرتين ولا ثلاث مرات وحنا نعاودوه شوف فيها الخماره مع هذاك الماء المرقه اللي سخنت راح يجينا فطيره ما شاء الله حتى نفتحها كامل لان فيها الخماره تاع الخبز لا ما ننساوش مشاهدينا نشعل الفرن هلا عندها واحد الريحة ما شاء الله قصبر وتيشة تاع الشعير روعة حنا رانا نفتحوه في التيشة تاع الملمز مع القصبر
مع السلق مع الزيت ملح فلفل كحل، وعندنا الفرينة وتشيشة تاع الشعير. فوالا كي حلينا هكا في نفس الوقت راهي تبرد، نكبوا هذا البيض كيما نشاهدوا هنا. نبقى شوف نبقى كامل، خاصة كي يكون في صحن اليان تاع طين ولا تاع خشب، فهي حطينا واحد اللمسة شابة بزاف. هالا شوف كيما نشاهدوا في الوصفة، وصفة تقليدية في منطقة حي صغير في ولاية سعيدة، ونحيوا عائلة رماس. اللي هما عائلة قرابة مع الممثل القدير رماس عبد الحميد، هما عائلة واحدة. فوالا هنا رانا كملنا، عندنا هذا الليان هذا لو بلا تاع فرن تاع طين، درنا له كاع زبدة تاع البقرة 20 غرام زبدة تاع البقرة كيما نشاهدوا هنا. من بعد نفرغ هذا الخليط، نفرغ هذا الخليط غير بلاتي. شوف ما شاء الله، هذه أطباق صحية متوازنة طبيعية تحافظ على الإكيليبغ على التوازن، وجميل جدا فيها لي فيتامين. هذو كملنا بهم. انا نمسح هنايا كامل هذا طرفي تاعنا، طاولة العمل لازم ديما تكون نعم. هنا اللمسة الأخيرة كما تقول السيدة رماس. هنا من بعد الحين نديرو الدوران، هذاك البيض الحين نستعملو هذا الدوران. علاش؟ لما سألتها أنا نحب لما نجيب وصفة وندير ريغوشيغش عليها التقنيات والتضابير لازم على حقيقتها، تقول لك السميد كاين طاحين السميد وكاين تشيشه تاع التشيشه تاع الشعير، تقول لك باش ما تبقاش مركزه في بلاصه واحده، فنستعملوا هذا الدوران حتى تجينا خبيزه كامله. شوف هالا شوف فوالا، حنا شعلنا مقبل الفرن 160 درجه، وهما كانوا يديروا في كوشه تاع الطين، حنا ما عندناش كوشه تاع الطين، ف معليش نطيبوها في هذا الفرن 160 درجة مدة 25 دقيقة. هنا يبقى هنا 160 درجة تقريب 25 دقيقة. احنا نروحوا ثاني وصفة تاع اليوم، هو المعجون تاع التفاح بلا ما نحكوه بالقرص. عندنا واحدة التقنية أروع ما يكون، بلا ما نحكوه بالقرص عندنا تقنية شابة بزاف. أنا نجيب هذا الطاجين دائما في التعطين كما عودكم الشيف مصطفى. المقادير عندنا هنا كيلو تاع تفاح، عندنا كيلو تاع سكر، عندنا مرف قهوه قرفه، عندنا حبه برتقال صغيره حجم صغير، هنا عندنا يا 40 50 غرام تاع زبيب، وعندنا كاس تاع ماء فقط كاس ماء. كاس تاع ماء هاونا كاس تاع ماء. يبقى هنا اول حاجه هذا الطاجين نحطه هنا، وباش هنجيب سكين باش ننظف هذا التفاح. هنا نقسم الحبه على زوج، هذا فن تقليدي تاع زمان. بسم الله هنا بلا ما ديروا البيشير تاع البطاطا وتاع الخضار، غير بالسكين باش نعودوكم على بعض اللقطات تاع زمان هكا كانوا ماتنا.
هلا هنا حتى بلا ما نديرو قارص ولا بلا ما نديرو لين، رايحين نديرو شويه تاع قرفه بهذه الطريقه. شوف ندير شويه قرفه العفو فوالا عفوا لا ما ديرهاش من بعدها هنا كما قلت لكم ماشي غير هذه باش تبقى هذه البقع ما تبقاش بنيه مارو وتفسد لنا، نديروا عسل ليم او نديروا شويه خل ابيض. اما احنا ما نستعملوا لا ليم ما نستعملوا لا قارص لا ليم لا 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 خل ابيض، هاي هكا ونحطوه بهذه الطريقه هكا هذه الطريقه. نزيدوا نواصلوا غير بلاتي هلا بلاتي احسن غير بالعقل هكا هلا. هذا المعجون تاع زمان كانوا يديروه على المجمر هنا نديرو هنا نزيد نواصل وهادو ما نقيسوهمش نديرو بهم لاجولي، نديرو جوج مغارف من الزهر هادو البقايا. احنا في مطبخ بنة البلاد او في مطبخ في قناة بنة تي في احنا اللي شاف ما نرموش، كل حاجة اللي نرموها نديرو على حسابها. هادو نديروهم جوج مغارف تاع مزهر ونديرو معاهم كاس سكر، جوج مغارف مزهر تاع ماكلة، كاس سكر وجوج مغارف ماء، معناتها جوج مغارف ماء، جوج مغارف مزهر، كاس سكر وكاس تاع ماء، ونديروهم فوق النار، نار قليلة لمدة ساعة ونص، من بعد نتحصلوا على ديك لاجولي أروع ما يكون، معناتها ما نرموش دايما في المطبخ، ما دايما هادو الأمور نحتاجوهم. هلا كما قلنا لكم هنا نديروا قرفه نحطوها بهذه الطريقه اخر حبه هلا هلا اخر نصف الحين بعد يجينا ما شاء الله هنا هكا يستفون كامل هلا. هذا كما قلت لكم دائما في الاعاده افاده، هذو القشور ما نقيسوهمش، هذه الكميه تاع الكيلو نديروها في طاجين ثقيل، ندير لها كاس ماء، زوج مغارف تاع ماكله سكر عادي، زوج مغارف تاع ماكله ماء الزهر، ولا شتا قطعه تاع ليمون معليش ولا لوزاز قشور مبشور البرتقال الليمون ونديروها تغلي، من بعد نتحصلوا على واحد لاجولي ما شاء الله. ما نكثروش السكر بزاف باسكو هذاك الماء تاع القشره هو اللي راح يعقد لنا الحسيله هذيك. هنا نشعلوا على الفرن، قلت كاس تاع ماء هاهو كاس تاع ماء فقط، ما نكثروش الماء بزاف باسكو المعاجن كيبداو يغلو مع السكر يتكاميليزا يعطيك الشغل هذوك هذيك لاموس تقوى وتكمي وتقوي المشروب هذاك. دونك ديريو هاو كاس واحد عندنا في الكيلو كيلو نغطوه كامل هاو فوالا، وعندنا هذوك القطع تاع الليمون فرشهم بهذه الطريقه. اما هما كانوا يديروا زمان على المجمر فوالا. شوف شاهدونا في الطاجين كيفاش نحطو الداخل، حطوه بهذه الطريقة فوالا، هذه الطريقة راح ينجح لنا هذا المعجون وراح مدة الصلاحية يبقى حتى 6 أشهر في الثلاجة.
هنا المعاجن عمرهم اللي يتغطاو، اي نوع من الكوفيتير اي نوع من المعجون ما يتغطاش، نخلوه هنا يبقى ساعه وربع. ساعه وربع لما نوصلوا ساعه وربع رايحين نديروا هذا 40 او 50 غرام تاع زبيب، تبقى 10 دقائق حتى من بعد. علاش ما درناش في البدايه؟ باسكو الزبيب هو حلو نوعا ما، هذا الزبيب حلو، كي تبقى ساعه وربع من بعد التفاح ذاك صاي يشرب هذيك الحسيله ويشرب يجي شارب يجي معجون. من بعد كي نديروا الزبيب يبقى تقريبا 10 دقائق ونطفوا. من بعد الزبيب كي نطفوا راح يبقى في ديك الحسيله، الحسيله سورتو كي تكون سخونه تكون كي نطفوا عليها هذو الطوجي تعطين يشدوا السخانه، هذه من بعد يشرب وحده، من بعد تسيبوه بومبي تسيبوه غونفلي هذا الزبيب، تبقى 10 دقائق ونطفي. المعجون تاعنا اروع ما يكون، حتى اذا كانت وليمه او فرح في قاعه او في الدار، حفل في الدار او في صاله، كيما الفراوله تقدم كمعجون في السهره، نقدموا هذا التفاح مع معجون البرتقال. ان شاء الله في حص اخرى راح نقدم لكم معجون البرتقال اللي نقدموه مع القهوه تاع العشيه او القهوه تاع الصباح او حتى في صاله نقدر نحطوه في ديغام كصغار. حنا المعجون ما يتغطاش، لو يتغطى من بعد يتكراميليزا من بعد لا فورم تاع التفاح تروح. حنا نحافظوا على الشكل تاع التفاح من بعد تشوفوه واجد. مشاهدينا وصلنا للنهايه، ونذكركم باطباقنا تاع اليوم. طنجره السلق بالتشيشه تاع الشعير طيبناها في الفرن 160 درجه مده الطهي 25 دقيقه. هذه هي الفطيره تاعنا، جميله جدا، وان شاء الله بعد ما تاخذوا المقادير لائحه المقادير جربوا هذه الطبيخه اللي بالسلق والتشيشه والبيض والماء جوج كيسان تاع ماء اللي دايما العكري ملح وشويه قصبر، وطيبناها مده 10 دقائق. هذاك الماء اللي كان سخون خلطناه بالبيض، كل المقادير جمله واحده مع الخماره تاع الخباز، هذا هو الشكل اللي تحصلنا عليه. اما المعجون تاع التفاح كما قلت لكم ما ديروا له لا قارص لا قارص لا حتى شيء، طيبناه في الطاجين تاع الطين. شو كيفاش تحصلنا عليه مع الزبيب 10 دقائق الاخيره عبر ما شربوا قد ما شربوا هذيك الحسيله. احنا وصلنا للنهايه، انا اقول لكم اطباقنا في متناول الجميع، اطباق اقتصاديه باسعار شويه بتكلفه بسيطه جدا. واش توجد سيده او ربه البيت داخل الثلاجه او داخل الكوزينه تاعها توجدها في 30 دقيقه. اذا اطباق اقتصاديه في متناول الجميع. احنا نقول لكم في النهايه ابقوا مهتمين بهذا البرنامج، خاصه مطبخ بنت البلاد. دمتم اوفياء، سلام.